ونستكمل ندوتنا بالفقرة الفنية الغنائية الوطنية التي تم إعدادها وإنتاجها بواسطة إدارة الشؤون المعنوية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. يقدمها لنا كورال أطفال وشباب ومجموعة من الفنانين. احنا
لمت عيلة مبسوطة وتلفزيون وفيلم جميل، قطع فجأة وأنظار شريط أحمر وفي تفاصيل. في لمت عيلة مبسوطة وتلفزيون وفيلم جميل، قطع فجأة وأنظار شريط أحمر وفي تفاصيل. بيان مرصوص وبدأ الخوف شعور محبوس، كأن الأم كانت حاسة خلاص دي نهاية القصة، وتدعي يا رب يبقى كابوس. نبقى عاجل فدانا بروحه كم راجل، بندعي لهم بقوا شهداء، وخوف بيزلزل الأعداء وهو بيعلن الأسماء. صدمة اللي مات عشان بلاده جوا كل قلوبنا حي، لسه قطه مرتبة كتبه جوا المكتبة، كل خبطة باب بتجري الأم حاسة
رافعين راسنا لفوق، رجالة ولادنا بيحموا بلدنا، ما يستجراش يوم مخلوق، لا يهزك خوف ولا أي ظروف، دايما تنهيها بنصر المصر. من ده اللي هوب ناحية أرضك لقيت شال من الكون، طب ده انت ولادك ياكلوا اللي قرب لك مهما يكون، ربنا ويانا وبنصره معانا، علمك فوق كل الدنيا لآخر العمر يا مصر. من ده اللي هوب ناحية أرضك لقيت شال من الكون، طب ده انت ولادك ياكلوا اللي قرب لك مهما يكون، ربنا ويانا وبنصره معانا، علمك فوق كل الدنيا لآخر العمر يا مصر. تحيا الرجالة اللي معاهم ما يتعبوش، قد دور ودورنا ليه.
قديوش مصر تستاهل نضحي بأي شيء لينا كل يوم في نجاح جديد قد حبك للبلد.